لي اليوم كشاب تونسي شنو تتمنى في 2021؟ تتمنى تغادر البلاد والا تلقى خدمه والا تتزوج؟ لا لا اختنا من العرس ماذا بيا اللايم على روحي اقسم بالله انا استنى في اللايم معناها قصد رب اقسم بالله معناها تغادر البلاد معناها تحرق بالطبيعه هو عملت قداش من محاوله شديت عليه الحبس انا اكثريه ربطيات شديت على الحرقه هذه وتحرقت من يدي انا بالليسونس اقسم بالله وتو بطبيعتي انا استنى في راس العام وقصد ربي على روحي 100 فرنك ما عنديش كيفاش تحرق من؟ صورت منا حتى شيء انا بطبيعتي تونس ما هناش بقت فيها حبس كان على العنف وشراب وحكايه فارغه جمله واحده اي وما لقيت بعض مطالب انا في وزاره التربيه معناها كيما نقولوا من 2018 اقسم بالله انا مشي حتى مطلب ما فهمتش شنو مشكلتي معاهم وزاره التربيه وبحذينا نحن مثلا ليسي ما فيهوش عساس بحذينا مستوصف ما فيهوش عساس بحذينا مرج ما فيهوش عساس انا بطالب متوفي 2021 شو تتمنى؟ واسقط 2020 اسقط عام برجولي 2021 شنو تتمنى؟ نتمنى الخير برجولي للبلاد ولاخواتنا بالطبيعة هذيك أول حاجة نحكيها لك وآخر حاجة زاد يعني تتمنى 2021 تقضي في إيطاليا ماذا بيا أنا ماذا بيا أنا أصحابي كل البر أقسم بالله عندي كعبتين وكعبة لهنا في تونس ما نعرف حتى واحد شنو تعمل كي باش تخرج البر؟ شنو نعمل؟ باش نخرج من نبط ومش الراس كي أنا كنت نخدم في البرد معناها خادم في البرد جيت 3 سنين بطلوني معناها مرت عارفي بطلتني من الخدمة على حكاية الحرق وإني دخلوني للبرد بوراقي ندخل أموري واضحة اي من الاول ندخل البرد ديما معناها مسكره في وجهي حاسيلو بطلوني على حكايه الحرقه محاولات ديما محاولات وش بعت عليها حابس بوريا كيك مسخت البطاقه عدد 3 اقسم بالله تونس كامله دورت على خدمه ولا فما حتى خدمه من الاخر وعلى الاخر نداء لوزاره التربيه بجاه ربي برسمين بطلش بعت حبس كانت تعمل شي مزي وترحم على والديك حتى امي تعرف شنو عمرها 60 سنه لا عندها كارني بتاع دواء ما عندها حتى شيء لا شهريه ما عندها حتى شيء هذه المرج ده برا ارجع للجامعه جاي هذه 60 سنة ما عندها لا كارني تاع دواء ما عندها حتى شيء وتعاني من مرض مزمن اقسم بالله ويرحم والديك وماذا بيا شباب كل لي كان ما فماش خدمه خلينا نقصد ربي ولا قل لي شنو تتمنى لشبابنا في 2021؟ والله نتمنى لهم الخير وان شاء الله يا ربي ينحي ولا الحكايات الزايده اللي يعملوا فيها الارهاب والوسط والبرشا حاجات والدويات والحكايات الزايده فهمتني ويتلهيو معناها هما صغار فهمتني يعملوا مستقبل يلزم معناها يوعيوهم يعني الاولياء والكل خاطر الطريق هذاك مسدود كسوا يعني للهجره او معناها في تونس الاعمال الخايبه ابريتو معناها ان شاء الله يا ربي تتصلح البلاد خدمه ما تونس باهيه تونس صغيره ويحبونا معناها الاوروب يحبنا الناس الكل دونك لهنا نحاول معناها حاولوا معناها اللي شادين الحكم الرئيس شو نقول لك يا بدون تعليق برجوليه من الاخر وعلى الاخر يعني شوف اذا كان السنه ما عملناش حاجه للشباب وللشياب وللي تحب انت وتونس راهي تونس بس معناها على شافه الانهيار وعلى شافة معناه يدخلون ناس أخرى بصراحة نداء للرئيس ونداء للسلطة الكل يعني ياخذوا الحكاية هذه بعين الاعتبار علاش على خاطر نشوف أنا يعني شفت من الثورة شنو واخذينا منها ما خذينا منها حتى شيء دونك لهنا أمان حاولوا سنة أنكم تحاولوا سيبنا من المجلس التأسيسي بلا 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 هب 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 حكاية فارغة دونك نادي الرئيس واللي تحته شوية دونك يعمل لنا حل له الحكاية الزايدة اللي يعملوا فيها اللي في المجلس في المجلس يعني اليوم أنت قاعدة تقول أنه مستقبل تونس هو اللي غامض لازم ينقذوها مش مستقبل شباب فقط غامض لا الدنيا الكل غامضة يعني شفتها تونس على شفت انهيار بصراحه انا مانيش يعني دونك انا كي نقول كلمه راني ما عادش نترجع فيها دونك حاول كونك معناها تستقطب الشباب ما نقولناش احنا وحتى الشياب عندهم ما يقولوا زاده فهمتني يا خاطر تونس راهي باهيه والهجره ذي راهو نتاعها الحرقه والحكايه الزايده والام تعطي الفلوس باش يحرق وكذا وكذا هذيك راهي حكايتها زايده ولدها يمشي خسارة وجماعة معناتها تبدأ مقهورة عليه دونك خليه تجي السفرة متاعه
بالقرايه معناتها بالخدمه نتاعو كونه يسفروه باي حاجه. قل لي كشيب تونسي شنو تتمنى 2021؟ انا باش نعطيك ثلاثه اختيارات، تتمنى تغادر البلاد والا تتمنى تلقى خدمه باهيه والا تتمنى تتزوج. انا من ناحيتي انا نتمنى نلقى خدمه باهيه في البلاد. هما صحيح فماش خدم معناها هنا في تونس، شباب مغادر، شباب معناها تهلك بالدويات، حراب باش تطلع هلكوا شباب. انا نتمنى اخدم وان شاء الله الشباب الكل ياخذ خدمه في تونس، ونتمنى 2021 ان شاء الله مشكله 2020 الازمه اللي جتنا ان شاء الله تتنحى، وان شاء الله 2021 تتنحى الكل، ونتمنى الشباب الكل ان شاء الله تتنحى لهم الشيخه ويرجعوا عاديين ونبقوا في تونس بلادنا تونس. شنو تتمنى يتحسن في الاوضاع؟ اللي تحب تعيش في تونس تلقى خدمه؟ نتمنى الخدم تتحسن، كل شيء يتحسن في تونس، ما تنحونا لهم الحاكم مثل يا اخي واحد يخدم حتى في منصبه مثل على الكياس يحرمه، معناه يحرمه هو خبز داخل فيها لعائلته. كي نصبه في الكياس، كي واحد عنده عماره يخدم فيها، خلي الناس الكل تخدم بعضها، مش الكل تحطهم مثل هذا عنده عماره بالكتف على خاطر هو عنده نصبه تهجره من الكياس. اخي هو خبز داخل فيها لاولاده، مش حد شيء داخل فيه، مش داخل في الحرام حليل حات نصبه، مش داخل، مش يبيع في الزطله ولا يبيع في حرام، مش تهجره. هذاك عندك الحق يبيع في الزطله حرام، مش عندك الحق تدخله الحبس. اما هو عليه تفك له في نصبته واخذها بخديها باش يبيعها. هكا هو نتمنى كل خير ان شاء الله لتونس. قال لي انا باش نقول لك 2021 اللي هو على ابواب ديجا ان شاء الله، الشباب كل واحد شنو هو امنيته؟ واحد يتمنى يعرس، برشا يتمنوا يغادروا البلاد حتى بالهجره الغير شرعيه وبعض الامنيات الاخرى. انت قل لي شنو تتمنى لشبابنا في 2021؟ بالنسبه للشباب التونسي هو نوعا ما عنده شويه احباط وبرشا ياس من الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي نعيشوها. انا شنو نتمنى للشباب؟ انا اتمنى لهم الشباب هذا ساعة مستقبل زاهر لتونس، خاطر هما باش ياخذوا المشعل بار لا سويت. شكون باش ياخذها تونس؟ هو الشباب التونسي. الأولوية في التمنيات الصحيحة هي تغيير المنوال الاقتصادي باش الشباب هذا ينجم يلقى مستقبل في النهوض بروحه، ومن بعد ينهضوا بالبلاد. نحن إذا ما نفكروش من توا، ماهيش مسألة تمنيات وأمنيات، هي ثم واقع نعيشوه. إذا ما نحاولوش نغيروه وبرا نتمناو ما يصير حتى شيء. أنا نتصور نتمناو بصفة عاجلة زادة، مش معناتها في أقرب وقت نغيروا المنوال الاقتصادي والاجتماعي ونعملوا اقتصاد اجتماعي تضامني باش نجموا ننهضوا بالشباب التونسي. والشباب هو في حد ذاته هو راهو إذا ما تشيلوش ما يقدرش وحده، إذا ما نعاونوهوش مش باش يقدر وحده. العائلة لكن ما ثماش بو وأم وهما يوقفوها العائلة ذيك على سخاها ويضمنوا لها مستقبلها. الشباب ما باش يوليو شباب ولكن ما يطلعوش حاجة باهية. نحن نتمناو السلطة القائمة، رئاسة الجمهورية، السلطة الثلاثة ورئاسة الحكومة والبرلمان، وهما يفكروا في مستقبل تونس. والتمنيات السؤال هذا يتوجه لهم ليهم هما، على خاطر في يدهم المقود، المقود في يدهم هما والمسؤولية عندهم هما، وهما قادرين باش يغيروا. بالنسبة نحن كمواطنين نحن نتمناو ديما الخير لبلادنا، ومستقبل شبابنا هو مستقبل تونس. أنت قلت لي مستقبل شبابنا هو مستقبل تونس، وإلا زاد نعكسوها، مستقبل تونس هو مستقبل شبابنا مربوطين ببعضهم. لكن اليوم برشا شباب، نسبة كبيرة من الشباب اللي تسأل وتقول له شنو تتمنى 2021، يقول لك نتمنى نغادر البلاد، نتمنى نشق البحر ونمشي لبلاد أخرى، نمشي لإيطاليا، نحرق، نمشي هجرة غير شرعية، حاجة توجع. تتمنى أنت معناتها الشباب تتنحى من مخاخهم الفكرة هذه، وإلا كما كنت أنت تحكي تصير لهم حاجات تعطيهم أمل في بلادهم، ما عادش يخموا في الحرقة؟ سامحني، هو راهو السؤال هذا هو راهو ينطلق من الذات البشرية قبل لا ينطلق من التمنيات، على خاطر نحن الحديث الشريف شيخ لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا واحد فهمني. وفي مرحلة أخرى الشعوب تصنع التاريخ، راهو الشباب ماهوش باش يمدوا له كادو، كان باش يدخلوا في موضوع صحيح. الشباب ابن خلدون شي يقول الشعوب تصنع التاريخ، الشباب هو بنفسه ملقاة عليه مسؤولية التغيير، لكن السلطة هذه ما تعطيكش حقك. أنت من واجبك وفي نظام الدستور نتاعنا، في الدستور نتاعنا من حقك التظاهر، تتظاهر والحق تفكه فكان، ما يجيكش صدفة. لذا الشباب عنده مسؤوليته، هو ساعة مبدئين يبادر يعمل المبادرة
نتاع المطالبة بحقوقه في نطاق سلمي. وإذا ما توصلش في نطاق سلمي، إذا ما توصلش بالطرق السلمية، التغيير شي يكون؟ يكون بالطرق الجبرية. جون جاك روسو شي يقول في العقد الاجتماعي، جون جاك روسو اللي هو منظر فرنساوي بتاع الثورة الفرنسية شي يقول؟ ثم عقد اجتماعي بيني أنا وبين السلطة، لكن أنا ننتخبها، هذاك الكونترا سوسيال، أنا ننتخب السلطة هذه وهي ما تقومش بواجبها، من واجبي أنا باش نفك الكونترا هذاك، نقطع الصداق اللي بيناتنا، نقطع العقد اللي بيناتنا ونحط سلطة أخرى. هذا ما يجيش بالتمنيات، راهو الشباب باش يتمنى ولا يحب يحرق وكذا، يطالب بحقوقه مبدئيا، فهمني، قبل لا يمشي يحرق البرة ويمشي يموت يطالب بحقوقه، وثانيا يعمل مبادرة نتاع تغيير. وما ريناهوش في الشارع يطالب حقوقه، ريناه يحرق في البحر، ايجا طالب بحقوقك هنا. وإذا أنت ما خذيتوش حقك، نحن كمواطنين وكأولياء نجيو معاك،